أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي أن العراق استقبل حتى الآن أكثر من 5000 لاجئ لبناني عبر مطاري بغداد والنجف ومنفذ القائم. استقبلنا إلى هذه اللحظة 5693 لاجئ من لبنان مروا عبر مطار النجف الأشرف الدولي ومطار بغداد ومنفذ القائم. الإجراءات اللي تم اتخاذها، كان هناك تنسيق عالي مع السفارة اللبنانية حول عدد كبير من اللبنانيين الذين لا يحملون مستمسكات ثبوتية، تم تزويدهم بجواز مرور من خلال وزارة الداخلية، مديرية الجنسية والجوازات والإقامة. أيضا كان هناك استقبال لهم في المنافذ من قبل الهلال الأحمر والعتبات ودوائر الدولة الأخرى ووزارة الهجرة والمهجرين، وإجراء اللازم لكل ما يحتاجونه، وتم نقلهم إلى أماكن وتقديم خدمات. طبعا العتبات لها دور في هذا الموضوع والوزارات المعنية، لكن وزارة الداخلية كانت صاحبة الحظ الأوفر في عملية التنظيم والدخول والإقامة والحماية والاستقبال والإحصاء وغيرها.